كريم نوري خويا. فعلا اليوم تتوج مدينة واد الاو للمرة الثالثة باللواء الأزرق، وهذا اللي كيجعل على أن هذه المدينة الحمد لله مدينة جميلة، مدينة نظيفة بكل الامتيازات، واللي كيعطي على أنه هذا العمل هذا هو عمل يعني جبار، عمل جميع المستويات، يعني فيه واحد التكاثر ديال الجهود من جمعيات، مجتمع مدني، من سلطات محلية، مجلس بلدي، من مجتمع مدني، واللي كاملين ضفروا الجهود ديالهم باش يمكن وصلوا لهذه النتيجة هذه، ولهذه النتيجة اليوم الحمد لله اللي يعني نتباهوا بها في المدينة ديال واد الاو، كون على أنه يعني منطقة ديال واد الاو، المدينة ديال واد الاو هي الوحيدة اللي حظات بالشرف ديال هذا اللواء الأزرق، وهذا أعلى وسام بالنسبة لجميع الشواطئ المغربية، واللي هو واحد البرهان ساطع كون على أنه هذه المدينة الحمد لله كتمتع بواحد الطبيعة، واللي كيجمع فيها واحد مجموعة الخصال، فيها البحر وفيها الجبل وفيها السهل وفيها الواد، وهذا اللي كيجعل على أنه قبلة للمصطفين وقبلة لواحد مجموعة الواجهات السياحية بامتياز إن شاء الله، وغادي تكون يعني جوهرة البحر الأبيض المتوسط في المستقبل إن شاء الله.